تحدثت التقارير إعلامية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر عن غضبه من الرئيس عبد المجيد تبون عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى دولة الكويت. وغادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الكويت فجأة قبل وصول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بساعات، مما يعني إلغاء القمة الثلاثية التي كان من المنتظر عقدها بين الرئيسين وأمير الكويت. وأجرى الرئيس تبون يوم الثلاثاء زيارة رسمية إلى دولة الكويت، هي الأولى لرئيس جزائري منذ 2008. وكانت وسائل إعلام مصرية وكويتية وجزائرية أكدت نقلا عن مصادر دبلوماسية عقد قمة ثلاثية بين القاهرة والجزائر والكويت في هذه الأخيرة. ولم تعلن الدول الثلاث رسميا عقد القمة، لكن وسائل الإعلام في البلدان الثلاث كانت قد أكدت عقد القمة. ونقل موقع عربي بوست المصادر وصفها بالمطلعة أن سبب إلغاء القمة هو غضب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من لقاء الرئيس الجزائري برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة في قطر، الذي ترى القاهرة أنه انتهى سياسيا بعد سحب الثقة منه من طرف مجلس النواب الليبي بقيادة عقيلة صالح المقرب منها. وأشار نفس المصدر أن السبب الآخر هو إعلان كل من أثيوبيا ونيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا تشكيل مجموعة الأربعة جي أربعة على هامش القمة الإفريقية الأوروبية ببروكسل، مؤكدا أن هدف مجموعة الأربعة هو المشاكل الكبرى التي تواجه القارة